يا بنيتي ذاك يملأ البطن وهذا يملأ القلب. يا بنيتي ذاك، يعني السفرة الأولى، ذاك يشعر الحارس أنه متسول شحات قد من عليه ببقايا الطعام، وهذا يشعره أنه أخ عزيز وصديق كريم أو ضيف غال. حدثنا شيخ فاضل عن قصة مؤثرة حدثت مع صديق له، وصديقه أيضا طالب علم. يقول هذا الشيخ: اتصلت بي امرأة ليلة العيد وهي تبكي وتشتكي، تقول: يا شيخ، أنا أرملة وعندي 4 أولاد والليلة ليلة عيد، وأقسم بالله العظيم أن ما عندنا طعام في البيت. يقول الشيخ: فضاقت بي الدنيا، الليلة ليلة عيد وعندي أشغال، يعني عندي مشاغل كثيرة، خطبة واتصالات وإلى ما هنالك. يقول: لكن آثرت هذه المرأة على كل شيء، فقلت: أقسم بالله العظيم لن أنام الليلة حتى يكون عند هذه المرأة وعند أطفالها ما عند أطفالي في البيت من طعام. يقول: فأخذت العنوان وانطلقت أنا وزوجتي، فدخلنا إلى بيتها، تركت زوجتي هناك، ثم انطلقت واشتريت بعض اللحوم والخضار والفواكه ثم أحضرتها. فلما نظرت تلك المرأة إلى هذه الأشياء التي أحضرتها بكت وقالت: يا شيخ، هذا كله سيخرب، فالثلاجة متوقفة عن العمل منذ سنوات، ما عندنا ثلاجة. فقال: أنا أقسمت ألا أنام الليلة حتى يكون عند أطفالك ما عند أطفالي. قال: فاتصلت بأخ لي يعمل عنده محل للأدوات الكهربائية، فقلت له: القصة كيت وكيت. فقال: أبشر، دقائق وتكون عندك الثلاجة، وهي صدقة لوجه الله تعالى. فقلت: الحمد لله. وصلت الثلاجة، شغلناها، وضعنا فيها الطعام. قلت لها: الآن اصنعي لنا كوبا من الشاي. فبكت وقالت: يا شيخ، والله أنبوبة الغاز فارغة منذ 3 أشهر. فقلت: لا عليك، لا عليك، أنا أقسمت ألا تناموا الليل إلا وعندكم مثل ما عند أطفالي. قال: فانطلقت وأحضرت أنبوبة الغاز. فقلت لها: الآن اصنعي لنا كوبا من الشاي. فجلسنا وشربنا الشاي في أجمل يوم في حياتي، في لذة لم أشعر بها طول عمري، وسعادة لم أذقها في حياتي، والأطفال يقفزون من حولي وهم يقبلونني، يبتسمون فرحين. ثم انصرفنا. يقول: فنمت تلك الليلة،
فرأيت في منامي أني أسير في بستان عظيم والفواكه متدلية، فواكه عجيبة، ثمار كبيرة، فأردت أن أقطف شيئا منها، فقيل لي: لا، هذا لعوام الناس، أنت انظر إلى السماء. فنظرت إلى السماء وإذا بفاكهة تتدلى من السماء، ألوانها عجيبة، شكلها غريب، فقطفت منها وأكلت، يقول: والله العظيم كدت أموت من حلاوتها، كدت أموت من حلاوتها. فاستيقظت وأنا فرح مسرور، أريد أن أخبر زوجتي بما رأيت، وإذا بزوجتي تقول: سبحان الله، ما أطيب رائحة فمك، سبحان الله، ما أطيب رائحة فمك. هل تتعجبون من هذه القصة عباد الله؟ إنها قصة ليست من نسج الخيال، واقعية، بل حدثت بل حصل ما هو أعجب من ذلك. هل تتعجبون؟ والله إنما أعده الله للمتصدق في سبيله أعظم من هذا بكثير، أعظم من هذا بكثير. كما أدخل هذا الرجل الفرحة إلى قلب تلك المرأة وأطفالها، الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا قول ربي جل في علاه. كما أدخل الفرحة في قلوبهم سيفرحه الله، سيفرحه في الدنيا وفي قبره ويوم القيامة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن السعي في حوائج الناس وجبر الخواطر من أعظم القربات عند الله، جبر الخواطر، السعي في حوائج الناس، الصدقة من أعظم ما يقربك من الله تبارك وتعالى. الصدقة لها سر عجيب عند الله، لها مكانة عالية عند ربنا سبحانه وتعالى. يكفي المتصدق أنه ينام يضع رأسه على الوسادة وعشرات الدعوات تقرع أبواب السماء تقول: يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب ارزقه، يا رب اجبر بخاطره. تخيل ضعيف مسكين أرمل يتيم يقول: يا رب اجبر بخاطر فلان. والله هذه غالية عند الله، غالية عند الله تبارك وتعالى. سبحان الله، عشرات الدعوات ترفع له وهو نائم، من يتيم مسح على رأسه، من مسكين أعانه، من أرملة سعى عليها، من شاب زوجه، من مدين قضى دينه، من عائلة أطعمها وسقاها وكساها، من فقير أعطاه، وهكذا وهو نائم وأبواب السماء تقرع، تقرع، الدعوات ترفع له. وفي هذا المقام أذكر لكم خبر رجل قريب من منطقتنا هذه، والله حدثوني عنه العجب العجاب، يكفل أهل قريته كلهم، أهل القرية كلهم، العمليات عنده، الفقراء عنده، الأيتام، الأرامل، يكفل عشرات الأرامل، بل المئات، مئات الأيتام، يشغل مئات العمال ويحسن إليهم. حدثوني عنه العجب العجاب، هذا رجل يعيش في زماننا وقريب منا سبحان الله. أصيب معمله بالقصف، ولعل أكثركم الآن عرفه، أصيب معمله بالقصف، والله خرجت الأرامل، خرجت النساء، خرج الأطفال يساعدون ويشاركون في إطفاء النيران.
سبحان الله، حتى الأطفال خرجوا من محبة الناس لهذا الرجل، وهذا من النعيم المعجل له في الدنيا. وما أعده الله يوم القيامة أعظم وأكبر. وهذا اصطفاء عباد الله، والله هذا اصطفاء، هذا اختصاص. الله يصطفي من عباده أناسا يجعلهم مفاتيح للخير، تقضى على يدهم حوائج الناس، وخير الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. يا لها من مرتبة عالية، يا لها من مرتبة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، أن يجعلك الله مفتاح للخير، ملجأ للناس، تساعد الناس، تساعد الفقراء، يحبك الناس، بل يحبك رب الناس سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، صلوا على رسول الله، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فاعل الخير لا يقع، وإن وقع قال وجد متكأ، أتاه حفظ الله، أتته معية الله. الله يرحمه، الله يحفظه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، احفظ الله يحفظك. سبحان الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف، فعل الخير، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يصرف الله عنه المصائب، يصرف عنه البلايا، يصرف عنه ميتة السوء، الشدائد. يحفظ الله له أولاده، ماله، أهله، بيته. سبحان الله، لأنه فاعل للخير، لأنه فاعل للخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين الخلائق. الله أكبر، يخرج من قبره فتأتي الصدقة وتظلله في ذلك اليوم العظيم الذي تدنو الشمس فيه من رؤوس الخلائق مقدار ميل. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في فضل الصدقة، لها شأن عند الله تبارك وتعالى. يا عباد الله، أنا أطرح هذا الموضوع لكي أستنهض الهمم، لأستنهض الهمم. ونحن نعيش في هذا الوضع الصعب، حرب ونزوح وبطالة، أكثر من 80% من الناس عضهم الفقر، كثير من الرجال يخرجون من بيوتهم ودموعهم تجري على وجوههم وهم يبكون يتألمون. من أين يأتون بالطعام لأولادهم؟ من أين يأتون بأجار المنزل؟ من أين يأتون بمصاريف المدرسة؟ من أين يأتون بثمن الوقود للشتاء؟ والله هذا حال أكثر الناس اليوم. فيا عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تفقدوا إخوانكم، تفقدوا من حولكم، تفقدوا جيرانكم، تفقدوا أقرباءكم، جودوا بأموالكم، جودوا عباد الله. نحن الآن على وجه الشتاء، وكما تعلمون الآن الأسعار يعني خيالية، أغلب الناس لا يستطيعون أن يأتوا بوقود الشتاء اليوم، مستحيل، بل يعني الأمر مستحيل، الأسعار خيالية. الذي يستطيع أن يكفل عائلة، عائلتين، ثلاثة فليفعل. والله سنموت، والله سنموت، وسنترك كل شيء خلفنا، كل شيء، مزرعتك، سيارتك، رصيدك البنكي، كله ستتركه خلفك. لن ينزل معك في القبر إلا ما أنفقته في سبيل الله.
هذا سيسبقك إلى الآخرة، هذا سينور لك قبرك. ونحن بأشد ما نكون إلى هذا النور في القبر وعلى الصراط يوم القيامة. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ذبحنا شاتاً فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بقي منها؟ إيش بقي من الشاة اللي ذبحتوها؟ فقالت: ما بقي منها إلا الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. إيش معنى هالكلام؟ بقي كلها، اللي بقي اللي أنفقته في سبيل الله، بقي كلها غير كتفها. هن لما ذبحوها تصدقوا بكل الشاة، وبقي عندهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتف فقط. فقال عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفي، هذا راح ناكله وراح خلاص يروح فضلات، هذا سيبقى في الدنيا. أما الذي سبقنا إلى الآخرة هو الذي أنفقناه في سبيله. جودوا عباد الله، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. نعم، يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم لا يكون أمثالكم. اليوم نرى سبحان الله شحا عجيبا، بعض الناس يعني الله أعطاهم أموال ينفقون الآلاف بل مئات الآلاف على ملذاتهم وعلى جوالاتهم وسياراتهم و فإذا أتاهم الفقير سبحان الله أعطاه شيئا، أعطاه شيئا، يخجل أن يعطيه مصروفا لولده إلى المدرسة، وهذا شيء مشاهد. والله بعض الناس نرسل لهم حالات سبحان الله، قل له فلان مريض يموت يحتاج إلى عملية، فيعطيه شيء يعني يخجل أن يعطيه، أن يعطيه مصروفا لابنه إلى المدرسة. بخل، حب للدنيا. جودوا بأموالكم عباد الله، جودوا، لا تنتظر أحدا ليتصدق، أنت عليك بنفسك، أنت كن سباقا إلى الخيرات. أعطيك مثال بسيط كيف السباق إلى الله تبارك وتعالى. في خطبة الجمعة، بنهاية خطبة الجمعة، نقول مثلا: في جامع بحاجة إلى توسعة يا عباد الله، هذا بيت من بيوت الله كذا، يخرج 1500 مصلي، ثم بعد عدة تبرعات سبحان الله بجوز ما في 100 واحد أو 200 واحد تبرع. بعد كل هذا الكلام هون بيجي سبحان الله السباق إلى الله تبارك وتعالى. لا تنتظر تقول سوف ولعل غير كذا، أنت بنفسك ستدفن وحدك وستبعث وحدك يوم القيامة. كن سباقا إلى الخيرات. الله تعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مو من أردأ مالك، مو حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة الله يرضى عنه لما سمع الآية إيش عمل؟ شوف السباق إلى الله، انطلق إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وإن أحب مالي إلي بيرحاء. عنده بستان من أجمل بساتين المدينة المنورة، حتى حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يجلس فيه ويشرب من مائه الطيب العذب. قال: أحب مالي إلي. تخيل واحد الآن عنده أجمل مزرعة وأجمل قصر ويفعل مثل سيدنا أبو طلحة، شيء عظيم. هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم الذين ينظرون إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يتعلقون بهذه الدنيا الفانية. راح ننزل في القبر والله يا أخوان بقطعة قماش حتى ما لها جياب، ما في جيبه، ما في. وانظر إلى من ملك الدنيا بأسرها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ كله راح نتركه وراء. فقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء هي لله ولرسوله. فانظر يا رسول الله أين تضعها، أنت وزعها. فقال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن أبا طلحة، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح.
فجود عباد الله، سابق عباد الله. تفقدوا إخوانكم في المسجد، أنتوا أهل المسجد، تفقد إخوانك، بتعرفوا بعضكم، جيرانك، أقربائك، كل واحد بحسب استطاعته. طبعا هذا الكلام مو بس الأغنياء، الصدقة للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000، يعني ممكن فقير يتبرع بمئة ليرة أفضل من واحد تبرع بـ100,000. سبحان الله، الأمر قلبي عند الله تبارك وتعالى. بما تستطيع شارك إخوانك، أنت بتعرف مثلا عندك تاجر صديقك، مثلا إنسان عنده أموال كذا، تعال نتشارك، نشيل فلان ونشيل فلان والعيلة الفلانية، تساعدوا عباد الله، الله يرضى عليكم. والله هذه الدنيا فانية، هذه الدنيا فانية، سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. الله أعد للمتصدقين والمتصدقات مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد عباد الله، أنفقوا عباد الله، هذه تجارة رابحة مع الله. أتخشى الفقر؟ خزائن الله ملأه. الله ليس بحاجة سبحانه وتعالى إلى صدقتك وإلى صلاتك وإلى زكاتك وإلى صيامك، أنت المحتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، أنت المحتاج. يقول عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، هذه الصدقة تنمي المال، تزيد المال، تطرح البركة في المال. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخاف، تجارة رابحة. ومن يبخل فإنما يبخل، احفظوها، عن نفسه، عن نفسه. في أمر بحبك أذكر فيه، يقول الأديب، يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: في يوم الأيام رأيت ابنتي قد أخذت شيئا من الفاصولياء، فاصولية، ووضعت عليه شيئا من الأرز وشيئا من الباذنجان، ثم وضعتهم في صحن كبير من النحاس، كلام قديم يعني، وقطعة خيارة وبضعة حبات من المشمش. فقلت لها أين تذهبين؟ فقالت إلى الحارس، حارس المزرعة. فقال لها ارجعي وأحضري سفرة غيرها وأربعة صحون، ثم ضعي كل جنس في صحن، يعني الأرز في صحن والفاصوليا في صحن والباذنجان في صحن وحبات المشمش في صحن، وأحضري ملعقة وسكينا وكأسا نظيفا، ثم انطلقي بها إلى الحارس. فلما أتت بما قلت لها، قلت لها ماذا خسرت الآن؟ إيش خسرت هلأ؟ هذا الترتيب أفضل يا بنيتي، الطعام صدقة بالمال، وهذا الترتيب صدقة بالعاطفة. اسمعوا إلى الكلام الدقيق الرائع الذي يكتب بماء الذهب: الطعام صدقة بالمال، وهذا الترتيب صدقة بالعاطفة. يا بنيتي ذاك يملأ البطن وهذا يملأ القلب. يا بنيتي ذاك، يعني السفرة الأولى، ذاك يشعر الحارس أنه متسول شحاد، قد من عليه ببقايا الطعام، وهذا يشعره أنه أخ عزيز وصديق كريم أو ضيف غال. فلذلك يا عباد الله، إذا جاءك الفقير ابتسم في وجهه، لا تتنكر له ولا تعبس. يا أيها الذين آمنوا
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، جودوا بأموالكم عن طيب نفس، واعلموا أن هذا المال يقع في كف الرحمن سبحانه وتعالى، فينميه لك، يربي لك هذا المال حتى يكون أمثال الجبال يوم القيامة. كان السلف الصالح يحبون أن تكتب لهم الحوائج كتابة، يعني ما يجي الفقير يسأل، تكتب لهم كتابة. ليش؟ حتى لا يروا ذل المسألة في وجوه إخوانهم. انظروا، انظروا إلى الأخلاق العالية. يقول أحد السلف: الجواد، الجواد من أعطى قبل المسألة لا بعد المسألة. سبحان الله، الجواد يعطي قبل المسألة. لا تسأل رفيقك وصديقك وجارك أمانة إذا بلزمك شيء لا أعطيك، ما رح يقول لك. في ناس كتير ما رح تحكي أمانة. ها أنت بتعرف محتاج لحالك، بادر بالصدقة عن طريقك ولا عن طريق غيرك. هذه الأخلاق العالية دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.